هيفي قجو قصة وشعرة من مدينة عمودة في أقصى الشمال السوري. أكملت تعليمها الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارسها. انتسبت إلى كلية الحقوق بجامعة الفرات، لكنها لم تكمل الدراسة فيها بسبب ظروف حياتها، مغتربة في ألمانيا وتعيش في العاصمة برلين. أنحدر من مدينة عمودة، عمودة التي انبثقت منها صرختي الأولى نحو العالم، عمودة التي اصطدت فيها الكلمة الجميلة، عمودة صانعة خيالي. قبل خروجي منها كنت أرتب حياتي بين مدن روجافا، كنت أمرن خيالي لإمساكي بأسرار العالم الذي أعيش فيه. ومنذ نحو 5 أعوام في المغترب تحاول هيفي أن لا تبعد عن حياتها الأدبية، قصة وسردا وشعرا ونثرا، حيث ترى في كل هذه الفنون الأدبية متنفسا تزيح عنها بعضا من آلام الغربة. وجدت نفسي في فضاء جديد، ثقافة مختلفة، لغة مغايرة، وأقصد هنا اللغة الألمانية، لغة الفلاسفة والأدباء العظام، في هذا الفضاء الحر الذي منحني باستطاعتي القول ذلك، منحني هوية جديدة، هوية مغايرة. أصدرت هيفي 3 أعمال أدبية على شكل سرديات قصيرة، هي أصابع العازف وبعد آخر وأدراج عالية جهات عمياء، إلى جانب ديواني شعر قيد الطباعة. مكان كامنا في ذاتي وفي هذا الفضاء الجديد الحر أمسى متجسدا أمام عيني. 3 أعمال، 3 شهقات، كل شهقة صورة عن الحياة، صورة المرأة، الغربة، الحياة الاجتماعية السياسية ومواضيع شتى. بمكان أن تجد المرأة نفسها في كتاباتي، فالمرأة من وجهة نظري هي الإنسان، الحياة، الحب، الحرية، العطاء، كل هذه الصور مجتمعة. لا يستغرق مني الأمر مجهودا كي أخاطب المرأة، لأنني ببساطة أكتب عن الحياة وهي ماثلة أمام عيني. وتمضي الأيام مع هيفي بين حياتها في مغتربها وحنينها لموطنها الذي روضت فيه الكلمات نثراً أدبياً تخاله عشق.